السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد شعيب مع حضراتكم، هيد اوف ساينتفك اوفيس جريت كايرو ابر ايجيبت. First on my own account and on behalf of شركة Delta Pharma Company, I assure that we are very grateful to the organizers of this potential and valuable scientific event for having a unique group of doctors, potential doctors, here on the land of Luxor City, the magnificent city of history and civilizations. Also for allowing us to attend and participate in the 3rd International Scientific Congress of Egyptian Thyroid Associations in collaboration with Arab Thyroid Associations. Thanks and best of luck for all of us. طيب النهاردة شركة Delta Pharma, this is our slogan, working with excellence for the health of the community. Let us to introduce our Delta Pharma presentation concerning vitamin B12 supplementations, the convenient and the ideal route of administrations للفيتامين بي 12 supplementation. طيب الفيتامين بي 12 النهاردة احنا لما بنتكلم على الفيتامين بي 12, it can't be denied the importance of vitamin B12 لرول vital role في الدي ان اي سنسز, لvital role في red blood cells formation, act as coenzymes in many metabolic process in human body. النهارده فيتامين بي 12 ما نقدرش ننكر اهميه الفيتامين بي 12. فيتامين بي 12 as we know is called cobalamin, water soluble vitamin. Its sources معروف ان هو animal based foods. طيب النهارده واحنا في سايرو 2022, النهارده لازم نتكلم عن علاقه الفيتامين بي 12 deficiency والنيوروباسي او البريفرال نيوروباسي, وده واحد من الكومن كومبليكيشنز. زي ما استمتعنا بالفاليبل سيشنز لاساتذتنا واتكلموا عن الكومبليكيشن للتايب 2 دايابيتس, واحده من الكومن كومبليكيشن اوف تايب 2 دايابيتس احنا بنتكلم على البريفرال نيوروباسي. طب ليه الفيتامين بي 12 مرتبط وذير از ا سورت اوف ريليشن بتوين فيتامين بي 12 ديفيشنسي اند بريفرال نيوروباسي؟ لان فيتامين بي 12 بلايز ان امبورتنت رول ان ذا مينتنس اوف مايلين شيز ذات كفر اند بروتكت ذا نيرفز انشورينج فاست اند افكتيف نيرف امبلس. Vitamin B12 deficiency is found to cause neurological problems including neuropathy, myelopathy, sensory disturbance and weakness. طب بس كده هو الفيتامين بي 12 deficiency؟ لا, احنا النهارده يعني واحنا في اخر اليوم محتاجين فيتامين بي 12 دلوقتي. يومين كانوا valuable, مرهقين, البورد تعب, الاورجنايزرز النهارده لا, الويكنس, tiredness, heart palpitation, shortness of the breath. النهارده كمان في mental problems من الفيتامين بي 12 deficiency, depression, behavioral changes, كل دي loss of memory, كل دي فيتامين بي 12 deficiency بيسبب مشاكل حقيقيه كتيره جدا جدا. لكن احنا بس خصينا ال common complications related لل attendees. طيب النهارده في سؤال مهم جدا جدا, who may be vulnerable to vitamin بي 12 deficiency؟ مين اكثر عرضه للفيتامين بي 12 ديفيشنسي؟ في الحقيقه لما نيجي نتكلم ونقسمهم تو كاتيجوريز او جروبز هنلاقي كتير محتاج او كتير ات ريسك او ان ريسك اوف فيتامين بي 12 ديفيشنسي. طيب نبدا بقى ديكريز انترنسيك فاكتور. انترنسيك فاكتور زي ما حضراتكم عارفين واحيانا كولد جاستريك انترنسيك فاكتور, ده طبعا جلايكو بروتين بروديوسد فروم ستومك, يعني بيكون لي فيتال رول في الابزوربشن اوف فيتامين بي 12 ثرو سمول انتستين. جميل. في حالات كتيرة جدا بيحصل فيها decreased intrinsic factor. intrinsic factor ده لما بيقل على طول احنا بنقول vitamin B12 deficiency. في حالات كتيرة زي البرينيشيس انيميا, atrophic gastritis, post gastrectomy سواء bypass, surgery, sleeve surgery, كل الحالات دي بيحصل vitamin B12 deficiency, فاحنا محتاجين vitamin B12 supplementation. طيب even حتى لو خد oral supplementation برضه استيل هيواجه المشكله, لان برضه هيبقى الانترنسيك فاكتور اللي هو الفيتال رول اللي بيساعد فيه الابزوربشن هو مش موجود مهما اديته ميجا دوزز اوف فيتامين بي 12. احنا النهارده مش هنحقق التارجت بتاعنا في اننا ندي ايديال كونسنتريشنز اند ايديال دوز اوف فيتامين بي 12 اللي هو بيحصل ليه ستورج في الليفر اب تو 5 ييرز, وبالتالي الديبليشن برضه عشان اعمل ريستورنج واعمل سبلمنتيشن برضه هيحتاج سنوات. طيب بس المجموعه دي لو مجموعات تانية ان ادوكيت انتيك. الالدرلي بيشنت, اي واحد بيتقدم في العمر اطال الله في عمرنا وعمركم جميعا, لازم يحتاج فيتامين بي 12 اكيد.
الفيجيتيريانز والفيميل والصغيرين، واحنا حتى بنتكلم مع دكاتره الجاينيكولوجي لا في بقى كورنر ستون على الار اكس بتاعهم اللي هي جايه بتقول لك لايف ستايل اساسا ما فيهوش الانيمال بيست فودز. هي اديني 2 مينتس بس واحنا كده كده مكملين، وان شاء الله نتمنى نكون حسن ومسك الختام بعد اذن البورد يعني، وكده كده في سحب ان شاء الله بعد التوك. طيب مش بس كده كمان معلش حاجه مهمه جدا، جروب مهمه جدا جدا وريليتد كمان، وسمعناها النهارده في السيشنز مع استاذنا الدكتور مصباح والدكتوره غاده النهارده، البرولونجد ميديكيشن يوز في بعض الدراجز انديوزد الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. طبعا من اهمها اللي احنا بنسميه في عالم الدواء والفارماكولوجي اللي هو الميتفورمين قديس. الميتفورمين حتى ستيل هذه اللحظه ريسنت جايدلاينز اوف مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس، الميتفورمين لسه موجود مع كل المجموعات الريسنت والنوفل اورال هايبوغلايسيميك ايجنتس، هو ان كومبينيشن اور اذا مونوثيرابي الميتفورمين موجود. طب الميتفورمين لونج يوز اوف ميتفورمين، لازم حضرتك تتوقع ان البيشنت بتاع سعادتك ات ريسك اوف او ان ريسك اوف فيتامين بي 12 ديفيشنسي. مش بس كده، الكلام ده كمان زي ما بيقول استاذنا الدكتور مصباح يعني ساينتفك ايفيدنس ميديسن، وهنشوف دلوقتي الامريكان دايابيتس اسوسيشن ونوهت عن الميتفورمين وقد ايه ان هو انديوزد واحد من الدراجز الانديوزد ايه الفيتامين بي 12 ديفيشنسي، بروتون بامب انهيبيتور اتش 2 انتاجونست برضه من الدراجز الانديوزد فيتامين بي 12 ديفيشنسي، جيناتكس ترانسكوبلامين ديفيشنسي طبعا هو ده فيري رير اوتوسومال ديزيز، فيعني بتبقى ريليتد تو الجيناتكس وبكل رول في الكوبلامين. طيب نبدا السحب يا دكتور كده تمام. احنا بس يعني في النهايه بنقول ان احنا حاولنا نقدم الحل بتاع شركه دلتا فارما من خلال السابلينجوال فيتامين بي 12، وقد ايه ان احنا قدرنا نقول ان فعلا قرص واحد من الفيتامين بي 12 دلتا فيت ايكوال امبوله واحده من خلال الابزوربشن ومن خلال الترايلز اللي اتعملت وقارنت ما بين السابلينجوال فيتامين بي 12 سبلمنتيشن فيرسس الانترماسكولار، وكان في سيجنيفيكانت انكريز للليفل اوف فيتامين بي 12 كمان. بس كمان وصلنا كمان البيشنت ساتسفاكشن النهارده، مش بس كمان حققنا الرول او التارجت اوف فيتامين بي 12 سبلمنتيشن، وكمان ادينا كونفينينت. عشان كده النهارده احنا بنقول فيتامين بي 12 دلتا في بي 12 بيقدم الكونفينينت والايديال سبلمنتيشن اوف فيتامين بي 12 وذ ايكونوميك برايس افوردبل برايس. النهارده بنتكلم 25 جنيه 30 قرص بوتل، طعمها كويس من خلال قرص تحت اللسان بيدخل على طول على البلاد ستريم باي باسنج الاورال باس واي، فاحنا بنعدي كل الاوبستكلز بتاعت الفيتامين بي 12 ديفيشنسي اللي اتكلمنا عنها، الديكريز انترنسك فاكتورز، البيشنت اللي بياخده ميتفورمين، البيشنت اللي بياخده بروتون بامب انهيبيتور اكتر من 12 مانسز، فاحنا كده ان شاء الله قدمنا الكونفينينت اند ايديال. معلش انا اسف جدا على بس هو كان 5 مينتس يعني قليل، ولكن انا بشكر جدا البورد وبعتذر عن الاطاله، ودلوقتي سحب شركه دلتا فارما ونسال الله عز